من ناحيه الوقف وصلنا الى 57%، انا اقول يا باغي الخير ترى الوقف بحول الله وقوته انه بيتقفل. حلو. كلهم في شهر الخير وده انه يفعل عاد يعطي وينفق، الواحد بيتصدق عن عمره عن اهله عن العشر الاخيره مقبلين عليها عن امهات المسلمين، العشر الاخيره هذه نعم. الواحد وده يفعل الخير ويبادر بفعل الخير، تبي تلحق تصدق لان الوقف متقفل متقفل ترى. متقفل 250 ترى و250 ريال عن نفسك عن امك عن ابوك عن سهم تكمل لك سبعه اوقاف، سقيا ماء، طعام المساكين، كسوه الكعبه وإذا الى اخره. نعم. واذا لك صديق يعني مثلا او حبيب رفيق قد اخذته الدنيا على ما قال وراح. نعم. تقدر تتصدق عنه ولا لا يا ابو؟ نعم نعم كلام. يا سلام عليك يا ركان، والله يكتب اجرك والله لا يحرمك الاجر.